تشوفوا هذا القلم، أنا قلت لكم موجود هو في شقلام، هذا للي ما تعرف ترسم بالمرة، تمام؟ هذا حلو وثابت وبنفس الوقت فاحم يعني غامق مرة، ولا إله إلا الله سواده حلو وفي راسين تسهل عليك الموضوع. إذا أنت تعرفي ترسمي راح تختاري هذا الراس عادي، تمام؟ اللي هي قلم. خلاص بنات، منزلة أنا حساب اللي هو الفاونديشن، موجود عندي في حسابي حق الانستغرام اللي هو درس الفاونديشن، بس عشان شوي طويل حنزله هنا، بس راح أقسمه، تمام؟ الله يسعدك يا نادية يا رب. خلاص شوفوا الجهة الثانية، شايفينها أنتوا كيف؟ هذه الجهة تسهل عليك الرسم، شوفوا عبارة عن مثلث يا بنات، شايفينها؟ ما أدري شايفينها أو لا، أو مسوي زوم الآن، شوفوا شوي بوريكم كيف لما أطبعها على يدي. خلاص فهذه تناسبكم لو ما عرفتوا تسووا يعني على نفس على عيونكم. خلاص شوفوا لو أنا مثلا هذه عيني، خلاص هذه زي ما قلت، شوفوا كيف لو أسوي الطبعة أنا يطبع معايا على طول طبعة واحدة. هذا للبنات اللي ما تعرف تسوي لاينر. الله يسعدك يا رب يا نادية، يخلف عليكم يا رب. تاخذي زي هذا القلم وخليه عندك، حتى لو خلص يعني ما ترميه، تمام؟ لأنك راح تستفيدي منه. تقدري تحطي هنا البرودكت اللي هو حق الايلاينر، تحطيه على الراس وبس، مجرد أنك تطبعي طباعة، تمام؟ الله يسعدك يا نادية. خلاص شوفوا آخذ زي كذا، شوفوا هذه هي حافته، شايفينه كيف مثلث؟ بنات دائما الآن المثلث يكون طالع على فوق. خلاص أنا إيش أسوي؟ القلم هذا يسهل علي كل الأمور، بس مطلوب مني بس كذا أوقف وأضغط، أوقفي بس كذا وأضغطي، شوفوا أنا ما سويت ولا حاجة، شفتوا كيف؟ كأني قاعدة أدق إبرة. خلاص قاعدة الحين قاعدة أسحب، يعني إلى الآن مستمرة دق الإبرة. خلاص بعدين شيلي، شفتوا كيف؟ إيش زينة؟ يعني في أسهل من كذا ولا في أسهل من كذا؟